هذا الفيديو غادي نجربوا نعيشوا 24 ساعه باللون الكحل، يعني 24 ساعه باللون الاسود. هذا الشيء علاش كتبان لكم لابس غير الكحل؟ هذا النهار 24 ساعه ما كاينه غير بالكحل، نفطروا نتعشاو ونتغداو غير باللون الكحل ونلبسوا غير اللون الكحل. ما عرفتش هذا النهار الكحل كيفاش غادي يفوت، ما كاين حتى شي حاجه في بالي اللي غادي نفوت بها 24 ساعه نكون كحله. كلشي غادي تعيشوا معنا وغادي نشوفوا هذا النهار الكحل فين غادي يخرج. صباح الخير عليكم، عاد صباحنا هذا الصباح كما كنبان لكم كاع لابس غير الكحل، في الجوع خصني نفطر، وراني عاد كنفكر باش غادي نفطر. طاحت في بالي نسكافي، عزيز عليا القهوة، هادشي علاش غادي نفطر بنسكافي، وغادي نخرج برا نشوف شي حاجة، شي كاطو شي حاجة باش غادي نفطر. يلا يلا نمشيو برا. نسكافي مليحة بصح واش ناكلو معاها مازال ما عرفت، أنا عاد ماشي نشوفو واش ناكلو مع نسكافي. عرفو في الأول كان كيحسبت لي ساهل غادي نلقى الصوالح كحل، مشيت كنقلب باش غادي نفطر باش غادي نفطر، لقيت الزيتون الزيتون كحل مع نسكافي. كنت فكرت في كاطو، كي الكاطو ما كتلقاهش كامل كحل. السلام عليكم. كتلقى فيه واحد شويه ديال الشيكولا ولكن هو ماشي كحل. انا واحد الانسان تعجبني القهوه بزاف بصح الزيتون ما كناكلوش بزاف، دروك تحتمت عندنا ما نديرو. كنتمنوا غير هاد النهار نلقاو ما ناكلو في النهار كامل، قاش الا ما لقينا ما ناكلو غادي نبقاو بالجوع. دابا من بعد ما فطرنا غادي نخرجوا لبرا نشوفوا واش نقدروا ناكلو هاد النهار، شوفوا الماكله السوداء هاد النهار الاسود. ما عرفتش فين كان عقلي ملي فكرت في هاد التحدي تاع 24 ساعة بالكحل. جانا الجوع وحتى شي حاجة كحلة ما لقيناها. تحدي من أصعب التحديات اللي كنفوت. دروك غادي نفوت 24 ساعة بالجوع، خصنا نسميو هاد الفيديو 24 ساعة بالجوع. جيت المرجان بالك هو اللي غادي نلقى فيه الصوالح اللي راني باغي. اللون الكحل ضروري غادي تلقاه هنايا، هادشي علاش غادي ندخل نشوف. أو الله كاين هادو بالكحل، ولكن المشكلة ديالهم أن الداخل ماشي كحل، حنا خصنا نديو كلشي كحل، خصنا الكحل من الداخل ومن برا. كاين لاكريم ديال الكحل، خصنا شي حاجة اللي ناكلوها. والله إلا الإخوان سعيد باش غادي تلقى شي حاجة كحلة من برا وكحلة من الداخل، تقريبا مستحيل، ما لقينا حتى شي حاجة كحلة من برا ومن الداخل. هادي بيضة ماشي كحلة، عرفتوا شنو فكرت الأوريو. يلا بينا نمشيو نشوفو أوريو. أوريو أوريو هادي هي البلاصة ديال الكاطو صافي، كاع ما تقولوليش كاين هو أوريو، بصح بغينا أوريو بالكحل، يعني أوريو ما غاديش تلقى بالكحل، ما غاديش تلقى يعني الغلاف ديالو ولا برا بالكحل. أوريو أوريو ميريندا، ميريندا المشكلة ديالها أنها حمراء من برا. اما الاخوان تلقى شي حاجه كحله من الداخل بصح من برا ماشي كحله، ولا لقيتها كحله من برا تلقاها من الداخل ماشي كحله. حنا بغيناهم بزوج، التحدي صعبته بزاف بصح كحله من الداخل ومن برا امبوسيبل تلقاهاش. بصراحه اخر حاجه توقعتها انني ما غاديش نلقى في مرجان شي حاجه بالكحل من الداخل ومن برا، يعني هذا النهار بقينا بالجوع. ولكن واخا هكا ما غاديش نستسلموا، غادي نشوفوا شي حاجه اللي تكون كحله من الداخل وكحله من برا. تائهين في شوارع المدينة وجدان للبحث عن الأكل الأسود. 24 ساعة سوداء، 24 ساعة سوداء ماشي باللون الأسود. حنا في السويقة كنشوفوا أي حاجة كحلة ما لقينا حتى حاجة كحلة. واحد الريستورا كاملة كحلة بصح تدخلها ما تلقى حتى حاجة كحلة. أنا اللون اللي عزيز عليا بزاف ماشي الكحل، عزيز عليا بزاف الأبيض، البيض فيه بزاف ما يتنتكل، ما عرفتش شراه العقل اللي قال لي دير التحدي تاع الكحل. ملي كيجيك الجوع كتبدا تفكر، الحانوت تلقى فيه شي صوالح اللي تقدر ما تلقاهمش في مرجان، لان مرجان اللي مشيت له مرجان صغير، مرجان صغير تاع وجده، هادشي علاش غادي ندبر على شي حانوت ونمشي عندو ونشوف واش عندو بالكحل. ضعت نيشان بالجوع غادي ندخل عند مول الحانوت نشوف شي حاجه كحله. راني بديت كنفكر مليح، طاقير كاع الالوان في
كل شيء إلا الكحل. لقينا دانيت كنت شايفه كحل، جيت لقيته قهوي. يا إلهي ما عرفتش واش الجوع كان يبينوا لي كحل. ملي جيت لهنايا بان لي قهوي، هادشي علاش ما تشرب دانيت. لقينا هاد الزوج كاطوريات هما اللي بالكحل، مومو وهادي شو. دروك واش علينا نديرو؟ نوضو نديرو قهوة تنشوفوها تاني وش نقدرو نشريو منو الكحل. هادي هي شمس العشية، مومو ماشي كحل من الداخل، حالو بحال دانيت. حنا مغاديش نسلمو حتى مومو مغاديش نعطيوه، ورانا في التحدي. وخا غادي نضيعو بالجوع مغاديش نسلمو، وخا هاد النهار نكملوه غير بالزيتون والقهوة. يلا نخرجو نشوفو واش ناكل. حنا يا دروك جينا المرجل الكبير، خصنا ندخلو نشوفو واش كاينة شي حاجة كحلة، لحقاش ملقيناش حنايا شي حاجة كحلة. كون على بال بلي غادي نبقاو بالجوع هاد النهار. يلا يلا دغيا دغيا. في هذه اللحظه منعوني لي سيكوريتي ديال المرجان من التصوير. اخوان جراو عليا قالوا لي ممنوع التصوير، مازال ما دخلتش منعوني من التصوير. اثنين فيت ما شريت والو. دروك غادي نشوفوا شي حانوت من هنايا قريب من جهتهم. وقعت هاي لالا ما فهمتش انايا، اول مره توقع لنا ما عرفتش علاش. مرجان صغير دخلت صورت نورمال، دروك نقدر ندخل ما نصورش. طيب ديك الطريقه باش منعوني من التصوير ما بقيتش غادي نشري كاع. دروك خصنا ندورو على شي بلاصه في هذه الخلا. المرجان الكبير كاين برا على وجده قريب 10 كيلومتر، وهنايا كنظن ما غادي نلقى والو. والحل الوحيد اللي بقى لنا هو مرجان، ونمشي له بلا ما نصور وصافي. اول مره نلقى هذا المشكل تاع ممنوع التصوير في مرجان. اخيرا شرينا من المرجان، واخا تعصبت قبيله ما صورت، ولكن لقيت صالح كحل. راني ضايع بالجوع. يلا اخوتي دغيا نمشيو نلقاو شي كرسي ناكل. يلا يلا دغيا دغيا دغيا. حديقة اللي زوينة بزاف بصح ما قدش نستمتع بالمنظر ديالها، تنعمر الكريشة. هاد فضاء الاسترخاء هم قبيلة وانا كنقلب عليهم، كيكونوا كراسة كتكون طابلة، غير باش نريحوا على هاد الكراسة وتاكل معدب وتصور معدب. مرجان كنت عارف غادي نلقى فيه علاش راني كنقلب. ها هما هادو هما الصوالح اللي لقيت في مرجان. هادي كاطو بالكحل، هادي تاهي بالكحل، فيها شوية ديال البيض. الله هادي خصها معلقة، بصح ما عطاوناش معلقة مليحة، خصها معلقة. كون كنتو دايرين لنا مرجان شي معلقة هنايا غادي تكون واعرة. ما عرفتش واش هي اللي بنينا، كاين الريح بزاف هاد النهار. زينة هاكا الماكلة في الطبيعة، طبيعة رابعة. وهادي كنت كنفكر كندير ناكلها. كاين كل شيء كحل. هادي بنينة على الاخرى. شوفوا الطيارة فين طايرة، لقاش المطار قريب، ولكن حالتنا كي ولات في الشيكولا. خصهم يديروا شي معلقة تما، ولا يديروا معلقة يبيعوها بوحدها. يمكن دروك تمشي هكا متعارف 100% غادي نلقى في المرجان. اي حاجه قلبت عليها غادي نلقاها في مرجان، لحقاش مرجان هذا هو الكبير ديال المدينه. مي ما خلاونيش نصور، عصبوني شويه، داروا مشكل كبير فواحد الحاجه بسيطه. هذه هي عيون التصوير. اوه كملنا الكحل، الكحل كتشبع الكرش كتقول الراس غني. الاخوان شوف شوف شوف، وهذا الشيء كامل السبب انها ما كايناش المعلقه. غادي ندير هاد الشيء غادي نمشي به هكا هكا شويه بعدا. بقاو ديروا لنا المعالق في داك الكاطو الله يرحم الوالدين. ما كاينش المعنى. شوفوا شوفوا هنايا واش كاين اشارات المرور، ما عرفتش هذه يمكن كتعلم الدراري الصغار قانون السير. بغي عجبتني هاد التويشيه وبغيت نبارطاجيها معكم. صافي خرجنا من المنتزه هو هذا، مرة أخرى إن شاء الله غادي نديرو فيه فيديو، شي تحدي ولا اقترحوا عليا في لي كومونتير. دروك راه الليل وحنايا غير ماشي نشوفو واش أنت شاف. قريب الليل قريب ها هو. مشينا للحانوت نشوفو شي حاجة ناكلوها وكان قريب بالليل.
صح الصراحة كوني بالله لحقاش ما لقينا عنده حتى شي حاجة كحلة يعني ما فادناش، ولكن جات ببالي واحد الصوالح اللي قدرنا كلهم كحل مهم تعشى بهم. صراحة ما لقيت والو عند مول الحانوت، درت هاد البلا فيه البيض مقلي وفيه الكاشير، بقيت كندور واش ندير واش ندير، لقيت واحد جوج ملونات ديال الماكلة احمر واخضر، خلطتهم باش عطاوني الكحل وزدت معاهم نسكافي. ما عندنا ما نديرو لحقاش لا ما كليت، غادي نسخف بالجوع حقاش بري النهار كامل تقريبا وانا بالجوع. هذاك الشيء اللي كليت اللي شفتو، درت شويه زيتون معاه زيتون كحل، المهم تقريبا كحل حسبوه كحل، خصو غير واحد شويه باش يولي كحل، شو يديك ولات بالملوينه تاع الماكله. المذاق ديالو باقي غير هو هو، ايوا شفت المنظر ديالو ما عجبنيش بصراحه. المهم ناكلو شبه الكريشه، الا ما كليتش هذا النهار ما يشوفوا لا هذا الفيديو ولا فيديوهات اخرى، غادي نصبح ميت بالجوع. الحمد لله كلينا تعشينا. اغلب فكره درتها في حياتي هي تفوت 24 ساعه باللول الكحل. دروك غادي نوضوا نوجدوا واحد الاكله اخرى بهذه الملونات ديال الماكله، زيدوا معها نسكافي باش يعطيها الكحوليه. طيبت اندومي عييت نكحل فيها هكا خرجت. دونك ما غاديش ناكلها، اقترحوا عليا كوكتو بلاصتي واش تقدروا تاكلوا باللول الكحل، وهكذا غادي نكونوا فوتنا 24 ساعه باللول الكحل. اكتبوا لي في الكومنتير اللول اللي بغيتوا تجربوا به فيديو واحد اخر. الله فراسكم تو فيديو جديد. الله باي.